وأوضح الرئيس السيسي أنه تم إنفاق الكثير من الأموال لتطوير ميناء الإسكندرية. كما نوه الرئيس السيسي إلى تنفيذ تفاصيل كثيرة من بينها طريق السخنة في سبيل إنشاء محور لوجستي من ميناء السخنة إلى الإسكندرية. الكلام ده اتعمل هنا ونروح على البحر المتوسط تلاقوا جرجوب زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا إسكندرية اللي احنا بنتكلم فيه زيه، وتروح على البحر المتوسط تلاقوا أبو قير أكتر منه، صح كده؟ سيادة جاي كله. ما أنا عارف. أنا بقول عشان بس الصورة تبقى واصلة للمهتم وللناس اللي في مصر تعرف إن المهم ده المستقبل. كان في شاب في البحيرة امبارح بيقول لي أنا عايز أطمن على بكرة بتاعي. قلت له صحيح. كل اللي بنعمله مش عشان نحن. لبكرة. مش عشان نحن. الشباب وبكرة. عشان ولاد مصر وأحفادهم.